السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نخصصها للحديث عن إشكالات المدرسين في التعليم الأساسي المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي، أو على ضوء الإشكالات المطروحة الآن للمنسقية العامة للمعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي. نناقش الموضوع مشاهدينا الكرام مع ضيفنا كليم الله الحمدي، الأمين العام للمنسقية العامة للمعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي. أهلا بكم جميعا مشاهدي الأكارم، وأهلا بك ضيفي الأكارم. الحديث عن هذه الإشكالات يعود على ضوء عزم المنسقية تنظيم وقفة أمام الوزارة غدا للمطالبة أو للتذكير بالمطالب التي طرحتها بضرورة الإدماج في التعليم الثانوي. الحديث عن هذا الإشكال الآن وهو ليس بجديد، ما السر وراءه؟ شكرا لقناة المرابطون. طبعا المنسقية العامة للمكلفين بالتدريس، نختار شوي نطرحكم لنطرح المشاهدين هذين قالوا المعلمين المكلفين بالتدريس. طبعا المعلمين المكلفين بالتدريس هم مجموعة من المعلمين، إطارهم الوظيفي معلمين دخلوا عن طريق التكوين اللني يا غير، بما انهم وغالبيتهم عندهم شهادات عليا، وذاك النقص الموجود في التعليم الثانوي ادت الوزاره او الاداره الجهويه للاستعانه بهم في ذا القطاع. وقطعا عنهم طارحين اشكال به، اللي هم اليوم معلمين مكلفين بالتدريس يصلون الى 608 للمستوى الوطني، مع انهم كم لا باس به في التعليم الثانوي. كانوا مثلا في اطارهم الوظيفي دائما قد يعودوا تلجا لهم الادارات الجهويه لسد النقص الحاصل، كذلك دائما اثناء الاضرابات اللي تحدث من خلال الاساتذه كانوا قد يعودوا هما يسدوا لهذاك النقص. وفي سنتين لثلاث سنوات تأسست اللي قالوا منسقية المعلمين المكلفين بالتدريس للدفاع عن حقوق هذه الفئة والمطالبة بحقهم في الدمج، لأن غالبيتهم كما قلت لك خدموا عندهم شهادات عليا، وكذلك فهم واحدة منهم قد يعود عندهم ما يقارب 20 سنة في التعليم الثانوي، وطبعا بشهادة كذلك الطاقم الإداري للمؤسسات التعليم الثانوي والمفتشين المعطرين عن هؤلاء يستحقون الإدماج، لأنهم يمتلكون من الكفاءة ما يخولهم ذلك. في إطار حراكنا هذا فتنا إجبارنا الوزير وتكلم لنا كلام، سنتحدث عن تلك النقاط لاحقا، لكن خلينا نتوقف الآن عند الأسباب التي دفعتكم للتذكير أو للعودة للمطالبة بإدماجكم في التعليم الثانوي. المنسقية كما تقول تأسست قبل ثلاث سنوات، والمعلمون المدرسون في التعليم الثانوي موجودون قبل ذلك. الحديث الآن أو أسباب العودة الآن بهذه المطالب طرحها في هذه الظرفية الخاصة شنو؟ شفت هذا في إطار الوضعية العامة، لأن نحن جاءت تعود حكومة جديدة، جاءت رؤية جديدة، مثلا رؤية تقول بأنها تريد الإصلاح، وطبعا أي مريد للإصلاح في المنظومة التربوية الموريتانية اليوم ما يقد يغفل هذه المشكلة العويصة المطروحة. وكذلك كما قلت نحن في إطار تحركنا في البحث عن الحل مرينا بعدة مراحل، ما فتنا قسنا الوزير، فتنا عدلنا الرسائل، عدلنا ياسر من الطرح، ودارك في صدد الصبح لين عدل الوقفة للتذكير بمطلبنا اللي هو الدمج أمام الوزير الأول إن شاء الله غدا إن شاء الله اللي هو يوم الخميس له نسلموا فيها الرسالة. طبعا في ضمن هذا الحراك الموجود اليوم القاضي بإصلاح التعليم لابد أن نحن نذكره بهذه القضية، خصوصا عن نحن مثلا الجهات المعنيه ما فات وضعتنا في الصوره اللي يلا نطرحوا فيها. دائما نسمعوا بعض من المسائل اللي تتحدث عن تقسيم المكلفين بالتدريس، الاطار اللي يجمعهم، وذاك اشعلنا احنا نتقدم اياك، نعود المساله محسومه، تعود عندنا فيها اخبار حقيقيه عن المطلب الاساسي اللي عندنا لا يحقق اللي هو الدمج، وظاهر لي مولانا عنه مطلب عادل
وخصوصا لذي اللي يمتلكوا المعلمين بالتدريس مكلفين بتدريس من الامكانيات كما قلت لك. هما مثلا غالبيتهم العظمى خصوصا نحن اللي في اطار المنسقيه العامه المكلفين بالتدريس كاملين عندهم شهادات عليا وكاملين عندهم المؤهلات. مثلا السنه الماضيه مثلا كمثال نحن واحد من زملائنا المكلفين بالتدريس قسمه الاداب العصيه في سيلي باب التراث مثلا انشحب كمية كبيرة جدا من المتميزين كان القسم فينا. مثلا انا راح نقري اربع اقسام البكالوريا مادة اساسية العربية واضح. حتى المسابقة اللي عدلت الانتقاء الدروس تعليم عن بعد نجحوا منها واحد مثلا انا نجحت منها مثلا. معناه فهم قدرات وفهم طاقات حقيقية وفم مواهب وفم كفاءات حقيقية ما ظاهر لمولانا عنهم يا الله ينظلموا للأسف شديد. طيب خلينا نتوقف عند المسار الذي سلكته هذه المطالب. التقيتم كما تقول بالوزير اللي الآن الموجود في الوزارة، كيف كان التعاطي معكم؟ ما هي المطالب التي قدمتم لها؟ الوزير ما شاء الله الوزير كان لقاؤه جيد، استقبل الممثلين بصدر رحب بجو كان ودي يا غيرنا احنا مهلي لا نقولوا عن اني ما فوت يخلك شيء على ارض الواقع. مثلا تم لا قضيتنا مطروحه وتم لا ذيك الامكانيات كامله اللي عندنا نقدر نوصلوا بها اللي نعرف عن طلبنا مشروع طلب الدمش خصوصا عن كانت 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 في الوزارات كانت في قطاع التعليم منذ سنوات كان اي معلم عنده كفاءه يترشح يفتح له داخليا يعود استاذ واضح. وهذا للاسف شديد انقفل حتى قاعد داخل سلك الاساتذه استاذ مساعد ما تلاقي قدرك مثلا انقفل عن يعود استاذ تام مثلا. هذا من الظلم. نحن مثلا دائما في قطاع التعليم نحسه بذا الظلم وظاهر لمولانا عن حد لا هي يصلح دوله ولا هي يبنيها الين ما يركز على قطاع التعليم مثلا لا يهتم الا ذاك مثلا. ما سنصل لبقيه تلك الاشكالات، لكن خلينا الان في لقائكم انتم بالوزير، المطالب التي طرحتم عليه وما التزم به او ما قدمه هو من مقترحات كحلول. نحن عندنا مطلب وحيد، نحن مطلبنا لا نندمجوا في سلك الاساتذه، ندمجوا في سلك الاساتذه، ذاك هو مطلب نحن. للاسف الشديد نحن ممارسه ياسر من الظلم في حق المكلفين بالتدريس، مثلا خالق علاوي قال المنسقيه يعود معلم مكلف تدريس في اعدادي ولا في ثانوي وحده ويحق له عنه يجبر ذيك العلاوي اللي قال المنسقيه ان يجي الاداره ينقال له لا ما انك حاصل عليها، مثلا هذا تمييز. الوزير استقبلنا كما قلت لك استقبال جيد وقال لنا عنه لا يحل ذي القضيه، قال الحل شنو؟ نحن الحل بالنسبه لنا نحن هو دمجنا به، لذاك هو مطلبنا الاساسي ما ظهر لمولانا عنه دوره شما هو. الحل الصعب عندهم هم مثلا ما ذاك مثلا ذاك اللي لا يتعاملوا به ذاك نحن ما نعرفه. بالنسبه لنا احنا حلنا الحقيقي اللي هو الدمج. الوزير ما تعهد لنا عنه لا يدمجنا واضح. لكن اليه الدمج حتى اليه الدمج نفسها تختلف، هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن يدمجوا، هناك يمكن أن تنظم مسابقات، يمكن أن هناك عدة آليات أو طرق يمكن من خلالها أن تدمجوا. بالنسبة لكم أنتم الخيارات المتاحة للدمج؟ شفت نحن ما قدرنا ندخل الوزارة في طرق دمجها غير بعد. نحن قايلين عن أي حد رجع لتقارير المفتشين لا يجبر المعلم المكلفين بالتدريس كاملين جيدين، معناه أنه ذاك يقعد يعتبروه معيار يقعدوا معيار الخدمة والتفاني في العمل ظاهر لمولانا عنه موجود فيهم. وعلى العموم الوزاره ظاهر لمولانا عن ذيك الاليات مثلا يلا قد تشركنا فيها. نحن عندنا مثلا ذيك التصورات قايلين عن اي حد معلم مكلف تدريس اثبت قدرته جدارته يلا يندمج مباشره به اللي ما ظاهر لمولانا عن فم مانع ولا فم معوق، خصوصا كما قلت لك هذا القطاع فيه نقص كبير جدا، فيه نقص كبير. ونحن فينا اساس الفيزياء، اساس الرياضيات، اساس اللغه العربيه، المواد الاساسيه فهم ياسر معلمين مكلفين بالتدريس قايمين بها، مع انه فهم الحاجه وفهم النقص. والفارق ظاهر لمولانا عنه من حيث الماديات ما ظاهر لمولانا عنه كبير.
لماذا ما يندمج لحد الساعه؟ لماذا ما يعود مفتوح الترقيه في سلك في سلك القطاع التعليمي؟ لماذا ما يعود مفتوح؟ نحن مطالبين. خلينا في نقطه الدمج واليه الدمج. الوزاره بعض المكلفين بالتدريس الان ماليا على الاقل تابعون للوزاره، ربما الوزير هذا ما كان يقصده، انه هذا نوع من الدمج ربما. لا، ما فهم ما فهم ما فهم ما فهم دمج بذيك الطريقه. فهم بعض المكلفين بالتدريس تابعين للوزاره اداريا نتيجه مثلا مذكره معطيه عند الأمانة العامة، غير ذاك لا اعتبار فيه، مهم عنهم ميدانيا شو عدلوا. غالبيه المكلفين بالتدريس اليوم شنو وضعيتهم في الميدان؟ كاملين عندهم شهادات، والله غالبيتهم تزاول العمل بشكل جيد على عرض الواقع، كان هم معطيه لهم. لكن المهم الان، هل هذه النقطه تم نقاشها في لقائكم مع الوزير، انه طبيعه الدمج الذي تطالبون انتم به قد يكون مختلف، او التصور الموجود الان لدى الوزاره عن طبيعه الدمج قد يكون مختلف؟ هذه النقطه التي نحن نقولون عن المدمجون قد تكون هي التي تقصدها الوزاره. نحن يقولون ذاك، ما بالنسبه لي انا تابع للوزاره، تابع لوزاره التعليم الثانوي مثلا، من القلة اللي عندهم مذكرات التعليم الثانوي يا غير لا معلم، خلاص معلم، يا غير تابع للتعليم الثانوي إداريا، يا غير لا قيمة له. وهذا ربما هو الدمج شنين الذي قصده الوزير، هي السد، أو ربما هذا هو الحل الذي اقترحه الوزير. هذا لا قيمة من ورائه، هذا شنهي مردودش المادية. انت نحن يعود معلم مكلف تدريس قابض أقسام نفسه مثله كزميله الاستاذ، يعود مازال اخبار من الخلاص ومازالت قالبه يجبر علاوات بسيطه جدا. نحن قال علاوه ما هي اللي حركتنا؟ نحن حركنا شين قالوا الدمج هو اللي ندوره، وهو ملي الحق الشرعي، وهو ظاهر اللي مولانا عنه ما تقول تسوي هذه الوضعيه معلم في التدريس يكون بالدمج، وظاهر اللي ملي مولانا عن رؤيه الاصلاح اليوم يلا مباشره تتخذ قرار بالدمج ويلا تقطع فيه خطوه كبيره. وظاهر اللي مولانا عنه حد دور الاصلاح هم اللي ما يقدر يتخطى هذه القضيه. ما طيب حدث هذاك اللي من هذه النقطه ننطلق شور المحور الثاني او النقطه الثانيه في 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 هذا الحوار. الاشكالات المطروحه الان في التعليم بشكل عام ربما منها هذه النقطه، انه انتم قبل ان تكونوا مدرسين مكلفين معلمين مكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي كنتم على اطلاع على الاقل بواقع المدرسين المكلفين المعلمين المكلفين بالتدريس قبل ان تلجوا هذا القطاع. حتى بعد ان وصلتم يبدو ان هناك افكار جديده لديكم، مطالب جديده، كنتم على اطلاع بالواقع الموجود، لماذا قبلتم اصلا دخول هذا؟ واحد من الاشكالات المطروحه. ما فهم واقع مشروع، فهم حقوق مشروعه، نحن فهم عندنا حقوق مشروعه عليه نطالبوا بها، هذا حقنا. اي رقاش حقه في حتى مثلا نحن قاعد في التعليم مثلا، ما تقدر تجي انت نحن جينا لحقنا الوضعيه في مرتبات معينه. ما تقدر تعود يرتفع اسعار كل شيء حذاك، كل شيء، وتم تقول لي انا انت دخلت عندك تخلص 60,000 ولا 80,000 وتم راضي بذاك الخلاص. مثلا ما هو معقول، انت اليوم السكن من راسه مات الا ب 80,000، بس بحاله تقول لي انا كقراي اني نرضى تم نرضى بذيك 80,000 اللي دخلت بها. مثلا لا، مثلا لا عقل، مثلا ماني قايل عنه مساله تتصف بالعقلانيه. نحن اليوم عندنا حقوق، لكن انتم الان وضعيتكم القانونيه انتم معلمون، المطالبه بانكم تكونوا مدرسين او على الاقل اساتذه ثانويين في تصوركم انتم هي مطالب موضوعيه مشروعه طبعا. نحن لماذا انقبضنا وانطرحنا في التعليم الثانوي؟ به اللي عندنا الكفاءه، عندنا القدره لممارسه هذا العمل، وكذلك المشرفين المؤطرين بشهاداتهم كاملين. انا سبحان الله هذا قد يعود الشيء اكتسبوه المعلم مكلف تدريس بالتجربه، به اللي كانوا في التعليم الاثاثي اكثر انضباط، مواظبين على التحضير، مواظبين يعرفوا طريقه التعامل مع التلاميذ، اكثر تربويه قد يعودوا من غيرهم نتيجه ياسم الاعتبارات. وكما قلت لك حتى الانضباط والتزامهم بالوقت والتزامهم مثلا جو المدرسي العام، ظاهر اللي مولانا عن ذي كامله من الامور تخولهم عنهم يطالبوا بهذا الحق المشروع، كما قلت هو حق مشروع والمطالبه فيه لا يتم لا موجوده، ما فات مده جبرت شكار تبلي. مثلا احنا ينقال ان لا ليتنحل القضيه، ما هو الحل؟ نحن ينقال ان الدمج لا يخلق، ولا يخلق دمجكم واكتتابكم كاساتذه في التعليم الثانوي، به لهذا ظاهر اللي مولانا عنه هو الحل.
وهو ملي الخطوه اللي ظهر لي مولانا عنها تنهي هذه القضيه. اذا مشاهدينا الكرام يبقوا معنا بعد فاصل قصير نواصل النقاش في هذه الحلقه من المشهد التي نخصصها للحديث عن اشكالات المعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي. ابقوا معنا. لمواجهة تهديد فيروس كورونا في بلادنا، تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ، تجنب مصافحة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس والاتصال بطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها للحديث عن إشكالات المعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي. نناقش الموضوع مشاهدينا الكرام مع كليم الله الحمد الأمين العام للمنسقية العامة للمعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي. أهلا بكم جميعا وأحييك من جديد. البعض يقول أنه سبب هذه تجدد المطالب أو تجدد هذا الحراك، حراك المنسقية، يعود بالأساس إلى مخاوف موجودة لدى المنسقية أو لدى المعلمين عموما المكلفين بالتدريس من إعادتهم إلى التعليم الأساسي. هل هذه المعلومات دقيقة؟ هل هناك مخاوف فعلا من أنكم ربما هناك نوايا لدى الجهات الرسمية لإعادتكم للتدريس في التعليم الأساسي هي التي دفعتكم الآن لتحريك هذا الملف؟ بارك الله فيك. والتعليم الأساسي أولا قاعد ما وعي بعد حد قاير شعر ما ظهر لي ملاني غير حد من طالب الصاب وأستاذني ذا هو قراية ذا كامل كم قم للمعلم وفيه تبجيل. هذا ظهر لي ملاني قاعد الأساسي هو الأساس مثلا ومهم جدا، واهلهم هم اللي يلا ويفتح لهم افق هم في التعليم الاساسي، لا المعلمين اللي ما فاتوا قراوا في التعليم الثانوي يلا يفتح لهم افق، يلا يفتح لهم افق اساتذه. انا فهم معلمين التعليم الاساسي عندهم احنا في معانا في المنسقيه دكاتره هذا عندهم الحق يعودوا يتميزوا عن غيرهم. منين هي الامتيازات الشهاده؟ هذا مثلا ما ظهر لي مولانا عنه، ظهر لي مولانا عن حتى المعلمين العاديين وغيرهم يلا يعود يفتحهم بسلك الترقية. أنا كي ما قلت لك عني حتى ما أنا متصور عن الأساتذة اللي في مساعدين ما تلا مفتوح نظرك يكملوا معنى أن فهم خلل في تعاطي وزارات التعليم للأسف الشديد مع الطاقم التربوي، وذي ظاهر لي مولانا عنه ما يلا يعود تلا موجود، خصوصا اليوم مع الرؤية الجديدة للإصلاح التعليم. نحن مثلا شاد علينا عن فهم رؤية جديدة للإصلاح، يا غير ذي الرؤية الجديدة للإصلاح ما لا يجد علينا حتى يكون لين نشوفهم طبقة على عرض الواقع. أولا تعرف عن ذلك اللي قالوا المعلم سواء كان أستاذ أو معلم الابتدائية أو أي إطار، ذاك هو محور العملية التربوية. معناه أنه لين ما يندار في ظرفية معينة لا يتم ذاك كامل الخلل الموجود. لكن بغض النظر عن توصيفها، هل هي مخاوف أم غير مخاوف، وهل إعادة أصلا، وهل المدرس أصلا عيب وغيره، هل هذه المعلومة دقيقة؟ هل لديكم أنتم هذا الهاجس او هذا التخوف؟ نحن اليوم ما لنا قالين قبل يكون ذاك اللي ندوره نحن اللي قاعدين عنه مشروع. نحن قلت كما قلنا نحن 600 زايده من البشر ما قد تعود محكم فيها ذاك القدر اراده. نحن اللي عندنا اراده نقول انه نفرضوها باليتها طبعا المشروع واضح. معناه نحن ما ظهر لي قام لنا عن وزاره يلا تعود تفكر، وزاره التعليم الثانوي يلا تعود تفكر في مثلا مسابقة انت فهم. نحن الان نريد فقط ان نعرف كمعلومه فقط موجود هذه اذا وصفنا حتى بالاشاعه، موجود شيء منها لديكم انتم كمنسقين؟ موجود شيء قال فهم شيء قال وذاك فهم مثلا قال وذاك المعلمين. للاسف الشديد توزيع المصادر البشريه في التعليم في خلل اللي انت تعرف عن قد يعود اكثر من معلم التدريس في الوزارات الاخرى، معناه انهم ما هم مستفاده من الوزارات. قدهم في الادارات لا في الادارات ما هم ما يقروا ما هم كاردين طبشور. معناه فهم خلل موجود واضح. يا قيل الخلل يلا يعالج بطريقه سليمه.
يعرف منين الاحتياجات ومنين الحقوق المشروع اللي يلا تعطي. كما قلت لك عن هذا كامل مشكلته الأساس القائم عليه هو عدم الوضع وضع 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 المعلم في وضعية جيدة. واضح نحن نقول لا نعودوا بما أن عندنا شهادة عليا دورها تقبل حقها بما أن خلاص الأستاذ شبه من خلاص قرأ نحن ندور خلاص الشبه أنت لا قايني ظاهر لي ملان علي تعود الناس صار خلاص معلم جيد ناس الوزراء قال يعودوا يختاروا لا يعودوا قرأ به اللي نحن الظرفية المادية تقدر تأثر على ذلك يا غير نحن بعد نعرف عن عندنا حقوق ومشروع نحن عندنا حق مشروع نحن نقروا في ذا اللي قالوا التعليم الثانوي واضح ونأدوا فيه خدمة وظاهر لي ملانا عن خدمة متميزة وجيدة وعندنا من الإمكانيات والكفاءات اللي خولنا عنا نندمجوا داخله نحن يعني كانت اليوم مفتوحة فتحت مذالة وكانت مسابقات مفتوحة داخلية عود ياسر من مثلا عاد مثلا أشبه قام الوضعية اللي فيه ذلك مثلا بحكم القانون قيل للأسف انقفل ذاك الباب ولا فكرني سادم اللي انقفل به اللي نحن مثلا المعلم للأسف الشديد وحده في قطاع التعليم واحد لا يدخل يعرف عنه لا يعيش معلم والله أستاذ ولا يتم حالته ذيك ما ثم أفق للترقية ولا مجال للترقية داخل القطاع طيب للأسف ما يلا يعود خالد. طيب نصل الآن للخيارات المتاحة لكم أنتم تحدثت قبل قليل أنكم لن تقبلوا إذا كانت هناك نوايا لعادتكم كمعلمين لن تقبلوا الخيارات المتاحة لكم أنتم أوراق الضغط المتوفرة لديكم حتى تصلوا لما تصفونه بحقوقكم. نحن ظاهر لمولانا عنا قدينا خالق شيء قدينا ننشح فيه إلى حد بعيد الاهتمام قضيتنا اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي تبارك الله ما شاء الله ماشي كذلك حتى من نواب مثلا رأينا ياسر من النواب متبنين قضيتنا ومستعدين يمشوا فيها إلى بعد حد ونحن كذلك ظاهر لمولانا عنا ملي من الميزات اللي عدلنا نحن نضمينا ل عندنا عاد في النقابات التعليم الثانوي نحن مثلا غالبيتنا راهم منضمنا في نقابين جالسنس نقابة الوطنية للتعليم الثانوي ومشاو معنا في حراكنا هذا بمعنى ان ياسر من الاساتذه به اللي نحن كما قلت لك ياسر من مثلا رؤيه الاداره قد يعودوا كانوا يضغطوا على الاساتذه بالمعلمين المكلفين التدريس يجيبوهم اياك تم يبقون في الاقسام المعلمين المكلفين التدريس باعوا عنه اليوم قالوا عنهم في الهم سواء التعليم يلا ينظر له نظرة أخرى ذاك ما تلاقوا قابلينه لذا الإضرابات الماضية وقفوا مع زملائهم الأساتذة في الإضراب وعادوا الأساتذة من راسهم حاملين هم ذي القضية به اللي يعرفوا عنه لكن التعليم كوحدة ومنظومة موحدة اللي هو المدرس معنى أنه يلا يعود محترم ويلا يعود مقبوض له حقه. لكن هل هذه الخيارات التي تتحدث عنها الآن تناسب أفق أو مستوى الطموح لديكم أنتم حتى تصلوا إلى أهدافكم حتى الأساتذة نفسهم موجودين وعندهم الكثير من المشاكل يطالبون بها غير قادرين على الوصول لنتيجة فيها هل هذه كلها هي أوراق الضغط المتوفرة لديكم أنتم؟ ما لا تقول لي غير قادرين نحن قادرين جدا والأساتذة قادرين والمعلمين قادرين مهم الإرادة أن نحن نعرف أنه مطالب مشروعة ونعرف أنه في دولة قانون ودولة تريد الإصلاح هي لا حق والله كذا هي لا دولة تريد الإصلاح لا بد لم تصنث للمعلم وتصنث للأستاذ وتعرف أنه هو محور العملية التربوية ويا الله يعود مشرك حقيقة ما هو لا مشرك بالكلام في الرؤية الإصلاح العامة واضح إنه تعود مسألة الدولة هو اللي قايلين نحن مولي عنه هو منظورها يا الله تعود يعود اهتمامها عنها تصنت له للتعليم وتعرف عن حل إصلاح التعليم في ايديهم ولين يعود مولي ذاك يضاح أنه مولي عنه ما هو الخالق عن الدولة ما هي ماشية بطريق الإصلاح نحن كل الإمكانات متاحة وظاهر مولي مولانا عن أهل التعليم فاتوا ثبتوا عنهم إلين يتوحدوا وعنهم قادرين على قلب الطاولة خلينا نتوقف عند النقطة التي قبل التوحد الإمكانات يعني أفقها شنو تصل إلى أين مثلا نحن ما خالق شيء ما قد عدله نحن قد حتى يوصل بنا الاستقالة الجماعية قد دارك الخارج من أستاذ ومعلم استقال واضح قد ما مثلا شلوا الحركة التعليمية مثلا قادرين عليها وفاتوا عدلوها طيب ننتقل شور أي وسيلة ضغط حتى قلت لك نحن اليوم قنعنا نواب الشعب بالوقوف معانا وظاهر اللي مولانا عنا ذا الله يعود اهتمامه به اللي نحن اليوم موريتان طيب الاجتماع الموريتاني كامل موريتاني كامل متفقين عن التعليم
يختار يعود احسن ويعرف عن موريتانيا ما تقدر تقدمه بالتعليم. لذا يلا يعود التعليم اولويه عندهم واهميتهم الاولى ويلا يوقفوا مع. طيب ننتقل شور النقطة الثانية التي بعد الإمكانات، التوحد. هذه المنسقية تضم فقط الحاملون لشهادات عليا من بين المعلمين المكلفين بالتدريس، هل هذه النقطة تساعدكم في موضوع التوحد أنه أنتم حتى كمعلمين مكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي غير متحدين بهذه الصفة؟ ذاك ما يقدر يقال بذاك الصفة. فم تشكيلات قائمة، نحن معلمين بالتدريس حاصلين على شهادات عليا، فم واحدين أخرين في إطار معين. لكن في النهاية كنتيجة هو في النهاية تشتيت لجهود، أنتم في النهاية معلمين مكلفين بالتدريس، أن يكون هناك تجمع خاص بالحاصلين على شهادات عليا، تجمع خاص بغيرهم، هذا في النهاية تشتيت جهود ولا يساعد في نقطة يعني التوحد أو الاتحاد التي تتحدث عنها أو التي أشرت لها قبل قليل. نقابات التعليم الثانوي كانوا ياسرات وما زالوا ياسرات، التعليم الأساسي كذلك. اليوم النقابات التعليم الثانوي غالبيتهم الموجودة المتحركة معدين التنسيقين قال لمدد، والتعليم الأساسي كذلك تنسيقين قال لمتى، هذا موجودين واليوم عاد ضغطهم أكثر. معنى المعلم يحس لكن بالخطر. هذا لا ينعكس عليكم، لا أنتم معلمين ولا أنتم أساتذة. نحن موجودين في نقابات التعليم، نحن كمنسقية نحن جهودنا في سنس، وفهم بعضنا قاسوا نقابات التعليم الأساسي، هذا طبيعي جدا. معنى وجهة النظر تختلف، يقال الهدف نحن هدفنا كاملين، نحن سواء كانوا معلمين والله أساتذة أو غيرهم كامل يخدم قطاع التعليم، هدفه عنه التعليم يصلح، هدفه عن المعلم أو المربي يعود في ظروف جيدة. واضح إذا نقدر نطرحه هدف ونتوحده على أساسه في إطار تنظيمي. ما ظهر اليوم الآن عن تنظيمات عنها اللي تعود متفرقة، ذاك مثلا متفرقة في التنظيمات غير متوحدة في الأهداف، وإذا كان مهم عندنا خدمة الهدف الطريقة اللي لا يخدم بها. على كل تقول عندك وجهة نظر وذاك عنده وجهة نظر، نحن اليوم ظاهر اللي مولانا عنا كاملين وعينا بضرورة إصلاح التعليم، ضرورة عن عودة المعلم والركيزة الأساسية في التعليم عنه ينطرح في ظروف جيدة، وإذا ظاهر اللي مولانا عنه هو اللي الله يخلق، وظاهر اللي مولانا عن أي مدة دور إصلاح كيف ما تقول قال برنامج الرئيس فخامة الرئيس عنه من تعهداتي عن المعلم عن العود أشبه الموجود عن التعليم هو الأولوية. ظاهر لي ملان عنه ذاك ما يقدر ينعكس يكون لين يخلق فهم شيء قال له تركيز على المعلم كأساس. طيب بقيت معنا تقريبا دقيقة وتزيد قليلا، الخيارات المتاحة لكم أريد أن أختم بها على ضوء تعاطي الوزارة معكم بعد لقائكم بالوزير، هل هناك خطة عمل الآن موجودة لديكم كمنسقية على الأقل يعني تطرح كل الاحتمالات في حال لم تتعاطى الوزارة مع هذه المطالب ونحن على بعد أسابيع من استئناف الدراسة؟ السيناريوهات كانت مطروحة، الإمكانات كاملة موجودة، والضغط كما قلت لك موجود. نحن كمعلمين كمعلمين مكلفين بالتدريس في إطار معين ما خارج شيء ما قدروا نعدلوه، كما قلت لك خصوصا عنا رأي سند من سنس اللي هي نقابتنا اللي فيها، وسنس هذه في إطار ينقال له مدد اللي هو عدة هيئات والله عدة نقابات في التعليم الثانوي، وظهر اللي مولانا عنه فات وقفوا معنا في مراحل متقدمة، وظهر اللي مولانا عن الجهود اللي توحد ولين نعود يوضح ان احنا عن فم رؤية ما هي اللي نحن ما نشوفه، ظهر اللي مولانا عن خالق خطوات مثلا لين نضطروا لها لين نعدلوا لها. شنو هيك الخطوات؟ هيك خطوات ما مثلا متاحه نحن ما عندنا هذيك الخطوات المتاحه، نحن ما نبغوا نكشفوا اوراقنا كامله، يا غير عندنا ياس من الخطوات نقدر نعدلوها في اتجاه فرض اللي ندوره نحن. تتعلق باضراب مثلا، تتعلق شيء ما هو متاح، شفت ما خارج شيء يتيح القانون نحن ما هو متاح لنا، يا غير نحن لا نحن عايشين على الامل كما قلت لك عن الوزاره عن رؤيه اصلاحيه، ونحن مادين ليد لها ياكن شاركوها في ذي الرؤيه الاصلاحيه، وظاهر الملان عنها موجوده. ما ظاهر الملان عن احنا اللي نسبقوا ذيك الاحداث ونعودوا اكثر تشنج والله اكثر ضغط في اتجاه رؤيتنا. معناه اليوم شنو دوره؟ نحن اليوم ندوره الوزاره تصنت لذا اللي قالوا المعلمين والاساتذه به اللي هم عمود الفقري للعمليه التربويه، تصنت لهم باش عيط لهم اي رؤيه اصلاحيه ما شاركوا فيها هذا الطاقم التربوي، عرف انا ما تقدر تصح
لا ما تقدر تصح بين اليوم اساس العمليه التربويه باسم حاله تقدر وزاره عندها خطه اصلاحيه. والله شيء تصور للتعليم ما 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 مشارك منا احنا هذا. انا مثلا ظهر لي مولانا اذا بذلك مشاهدينا الكرام ناتي على ختام هذه الحلقه من المشهد. باسمكم جميعا اشكر ضيفي كليم الله والحمدي المنسق الامين العام للمنسقيه العامه للمعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي، كما اشكركم انتم على طيب المتابعه. الى ان نلتقي في حلقه جديده، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا والى اللقاء.